الصيداوي حارس ممتاز، ولكنه وقف متحيرا مع هذه الكرة. بديل جديد. اللاعب معن جمال يدخل إلى أرضية الملعب، واللاعب إسماعيل العمور يغادر أيضا، ونتيجة مشابهة لما شاهدناه في أربيل بثلاثة أهداف، ولكن هذه المرة بأقدام هوار وكرار وعلاء عبد الزهر. معن جمال في المنتصف، ثلاثة أهداف للمنتخب العراقي. سعيد محسن العودة لكرة آخر منطقة الجزاء، وضربة جزاء، هذه ضربة جزاء للمنتخب العراقي، ضربة جزاء للفن الخارجي للرياضية العراقية، ابتداء من الزميل مازن محمود المخرج المبدع، وانتهاء بالكادر الفني ومن أشرف على عماد محمد عماد محمد. آخر مباراة في 2002، هذا الهدف الرابع لعماد، ويختتم اليوم الجميل. وما أجمل بغداد عندما احتضنت هذا العرس الكبير، هاي الأم تحتضن أبنائها اليوم. بغداد التي احتضنت الجماهير وكبار عمالقة العراق، شكرا جزيلا للمنتخب الفلسطيني.